20 اللي هو الكيفردين طبعا ده بيتعمل في المدارس 22 جنيه يبقى 25 مكتر خالص وزاد حاجة أنضف حاجة 30 جنيه اللي هو الكيفردين كحلي أو رصاصي أو بني تبع المدرسة. واحدة بتيجي تاخد مثلا لها حبتين واحدة واحدة تاخد لها مترين ونص أو تاخد لها هي مترين ونص بتكفيها. اللي معاه فلوس بقى بياخد غيرين يعني غير ياخد 5 متر يعملهم 2 قماش أكتر عشان الجاهز أغلى هم القماش غالي ما يجي يفصل ويدي تصنيع ويظبط عبالة ما يخلص الحته بتتكلف كتير لكن العبده اللي بتيجي تتجه للتفصيل عشان خاطر الجهاز مولع الجهاز. لا لا ما فيش حاجه اسمها قماش تركي. تركي ده ملابس اغلبيه القماش بنستورده من الصين. بالنسبه للقماش المصري فيه وفيه يعني في حاجات تفوق المستورد وفي حاجات رديئة طبعا في حاجات كويسة جدا بس يعني المصري كويس بس اغلبية شغله المصانع بيعطلونا يعني المصانع مثلا بتيجي تعملي كمية شغل بتلاقي نفسك بتتعطل ده طلبية وده طلبية وده طلبية وما بديكيش الطلبية تكفيكي في الشغل ولو اديهالك ادالك النهاردة بسعر تاني مرة بسعر تاني كده. ففي ناس ما بتحبش تنزل في الزحمة لكن شارع الأزهر معروف على جميع المحافظات معروف شارع الازهر بتاع قماش ومعروف ايه اللي فيه معروف على حفظاته جميع الفئات بيقولوا بس في ناس ما تعرفش في فئات معينه من الناس ما بتحبش تنزل الازهر او ما تعرفش تنزل فين الازهر ده بتاع القماش ما تعرفوش